يعني اولا انا اعتقد انه جو بايدن اليوم يريد ان يوصل الى حلول وسطيه مقنعه، وخاصه في موضوع الملف النووي الايراني، واعتقد ان التفاوض الايراني الامريكي يشمل هذه القضايا، ولا اعتقد ان هذه القضايا ليست ضمن قائمه من القضايا. انا اعتقد ان قضيه الوكلاء، وكلاء ايران في المنطقه جميعها هي يعني صندوق تفاوضي واحد. أرى أن اليوم لا يوجد رؤية دقيقة أو تحليلية عميقة لوضع العراق ووضع سوريا ووضع وجود الروسي والوجود الميليشيات، وأعتقد أنهم يسيرون باتجاه إنهاء مشكلة الملف النووي باتفاق معين، وإيجاد أرضية في العراق معينة توازن القوى، أي أنها ليست سيادة عراقية وإنما توازن القوى. قد يعطون دور للمملكة العربية السعودية في الاستثمار بالعراق، ويعطون أيضا دور سياسي للإيرانيين في العراق، وبالتالي سيكون العراق غائب سياسيا ولكن حاضر بالنسبة لأطراف أخرى متعددة. قد يأخذ يعني، وبالتالي الدور الروسي سيكون له القرار الكبير في سوريا. هي عملية توازن القوى القادم بعد أن كان هناك لاعب دولي واحد، اليوم أصبح تغير اللاعبين الدوليين وتغير اللاعبين المحليين. اليوم الصعود الإسرائيلي والصعود الإيراني هو والتركي هما اللاعبين الإقليميين الثلاث المؤثرين في منطقة الشرق الأوسط، واللاعبين الدوليين هما الولايات المتحدة والصين وروسيا. كيف يمكن وضع حلول ثلاثية الأبعاد إقليميا ودوليا؟ عملية معقدة، ولكني في نهاية المطاف شخصيا أقول إعادة سيادة العراق بنظام سياسي جديد هو الكفيل بحل هذه المشكلة، لأنها قضية لها أعماق تاريخية وسياسية وجغرافية وأمنية، ستؤثر سلبا على كل الأطراف إن لم يكون العراق بلد مستقر ذو سيادة بلا تدخل خارجي وبقوة أمنية تحمي حدوده. طيب الآن هنالك